مزيد من المتابعة معنا هاتفيا من برلين الأستاذ جمال قرصلي المحلل السياسي والبرلماني السابق. أستاذ جمال أهلا بك ومرحبا. يعني تصريحات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووقوف الاتحاد الأوروبي بجانب بريطانيا في هذه المسألة، كيف ترى هذا الموقف وكيف ترى أيضا الموقف الروسي في مواجهة كل تلك الاتهامات؟ بصراحة هذا الموقف أو الموقف صارم، لأن هناك من الواضح بأن المسؤولين وعلى المستوى الرئاسي، ونرى هنا أن السيدة مي وماكرون وميركل، وخاصة على هذا المستوى، على مستوى يوجد نوع من الامتعاض الكبير باتجاه روسيا، لأن يظهر أن هناك في دلائل واضحة بأن روسيا هي متورطة في هذه العملية، ولأن روسيا حقا تماطل ولا تعطي أجوبة يعني مفيدة، وكل جواب يمكن يعني يدل على أن روسيا متورطة أكثر. وهذا ما قاله وزير خارجية البريطاني جونسون، لأن كلما الطرف الروسي يقول شيئا يزداد كذبه زيادة أخرى، فإذا هناك نوع من الامتعاض ونوع عدم الثقة من الطرف الروسي، والاتهامات توضح كل يوم أكثر بأن روسيا حقا هي متورطة بهذه العملية. الوضع ليس أو لا يقف عند فكرة الامتعاض سيد جمال، ولكن أيضا الإصرار على اتهام روسيا بهذه الواقعة، وكذلك الحديث عن وجود أدلة قاطعة تثبت تورط روسيا. كانت هناك يعني صمت من الجانب الروسي بشأن كل تلك الاتهامات، إلى أن تحدث الرئيس الروسي بوتين وقال ووصف تلك الاتهامات بأنها هراء، وذلك بعد انتخابه كرئيس لطبعا فترة رئاسية جديدة في روسيا. كيف ترى تأخر الرد الروسي وصمته أيضا الآن في هذه الأثناء بعد الحديث عن وجود أدلة تتهم روسيا؟ وهذا طبعا هو إثبات آخر بأن روسيا هي متورطة، ولا يوجد لديها جوابا، وكل المسؤولين الأوروبيين يقولون أعطونا جوابا شافيا لهذا الموضوع. فلذلك نرى الآن حقا أن كل الاتحاد الأوروبي وزعماء الاتحاد الأوروبي يقفون وقفة رجل واحد خلف الحكومة البريطانية، ونرى أن هناك أصور. هذا ليس بشيء سهل أو بسيط أن تقوم دولة مثل بريطانيا أن تضرب 23 سفيرا دبلوماسيا روسيا، فإذا هناك إثباتات وأدلة قاطعة، والتصرف الروسي الشرس في الأيام الأخيرة يثبت أن روسيا حقا هي في نوع من الحرج، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن طيب ولكن أستاذ جمال أنت تصر على تورط روسيا، يعني إن كانت هناك أدلة لدى بريطانيا أو لدى ألمانيا على تورط روسيا، لماذا لا تخرج ألمانيا بهذه الأدلة لتؤكد للعالم أن روسيا هي المتهمة الأولى في هذه الواقعة؟ أنا أتصور هو حتى بالعادة هو على الذي يتهم الآخر أن يثبت الأدلة، ولكن من الواضح أن هناك يوجد أدلة، والتصرف الروسي يثبت ذلك، وكذلك لأن الآن الاتحاد الأوروبي يوحد صفه، وأن بدأت العقوبات، وأن هناك من ينذر بأن عقوبات جديدة ستأتي، والردود الفعل الروسية تثبت ذلك. فإذا هناك أخذ ورد، ولكن نرى وكما قلت في البداية أن هناك الكلام على مستوى الأعلى دائما فيه قوة باتجاه روسيا، لأن هناك حق ربما على مستوى الرؤساء توجد معلومات دقيقة تتداولها الطبقة الأولى من الساسة الأوروبيين، فلذلك نرى هنا الصوت عاليا كثيرا ضد روسيا. سيد جمال، هناك بعض المحللين السياسيين يقولون بأن الموقف أو موقف الاتحاد الأوروبي اتجاه طبعا روسيا والتأكيد دائما على أنها هي المتهمة الأولى في هذه الواقعة، يقولون أنه يعود لبعض المواقف القديمة التاريخية السابقة بين الاتحاد الأوروبي وبين روسيا، كيف ترى هذا الطرح؟ طبعا يوجد ذلك، ولكن نحن نعرف بأن للأسف التاريخ القريب يقول لنا بأن روسيا قامت بهكذا عمليات عدة مرات، مثلا قامت في عام 2012 بهكذا عملية كذلك، في عام 1978 حتى قامت بتسمين جاسوس آخر، حتى في عام 2006 وفي عام 2012. فيوجد هناك توتر كبير على هذا المستوى، وله طبعا علاقة في التوتر الموجود في جزيرة القرم، له علاقة توتر في التواجد الروسي في جورجيا، له علاقة
في زيادة النبرة والوتيرة، وأن روسيا الآن تحاول أن تبتعد عن التسلح الكلاسيكي، أن تتحول إلى التسلح الذري. طبعا هناك النبرة عالية واللهجة عالية والصوت يعلو، فهذا كله يؤشر على أن للأسف المنطقة تقبل على نوع من التوتر يعني الكبير. روسيا بالطبع أيضا لها حق الرد اتجاه هذه الاتهامات، وأيضا سيكون الحديث أوسع وأوضح عند خروج أو في حالة خروج دلائل تؤكد تورط روسيا. شكرا جزيلا لك سيد جمال قرصلي المحلل السياسي والبرلماني السابق، شكرا جزيلا لك.